أبو عبيدة ابن الجراح ألكن وحن كجلينا أبو عبيدة ابن الجراح صحابي قال يا قسديس عامر بن عبد الله ابن الجراح لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة لكل أمة أمد الأرك وحاصونا لأمين من آمنة وأمين هذه الأمة أمدا آمن كيدو أبو عبيدة أبو عبيدة ابن الجراح من الأركب المزيئ يا من قبى قارها إلهي سيو أبو عبيدة ابن الجراح وحا إلهي من قبى قار أقدقي أمين هذه الأمة لو يقال أمدا أمين كيدو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أيها سيدة يروى كان وحوى هذه أبو عبيدة ابن الجراح وضيء الوجه بوهذا نين وجه يسو إفا يوجه قرح صنبوها بهي طلعة بوها نين مركو كغصة بحا بدانتي سو آذي كو عجب قلين يسوى نحيل الجسم بوها نين عاتوه جركي سو آذي دوبان يهي بوها هي البيار طويل القامة بوها نين نير بوها إتال خفيف العاردين بوها نين هريد كي سو دوبان يهي بوها ترتاح العين إش أيا أعشقين يسل لمرأه أركتدي سوى أركتدي سيشو آد بيوجع شاي وتأنس النفس النفط أيا وهشان يسا للقياه ننكا لكل انكيس النفط ويوهشان يسا ويضم إنو إليه الفؤاد قلبنا وكو حسليا مرة دا ننكا لفر يساتو قلبك آقو وو حسلي إش آدونا ويقبوسا نفط آدونا ويوهشان يسا وكان إذا ذلك انت وليب وحاوسي ولي الرقيق الحاشية تيبو آنين حريص بدن ودن عيسي جانب كيسو هي معاملة يسا أي جلعسان طايب وها جمع التواضع بوها نين تواضع يسو إيه هاسي سودي قوات وبديها نين كبر بدن ماهي نين تواضع بدن بوها شديد الحياء بوها نين حشود بدن بوها لكنه أصغ كان إذا حزب الأمر أمركو مركو أتكاذو ووجد الجد دذالك وميش أدن بيسي وقارو يغدو ويعني وأرديا وكلهايا كأنه حال أدمود أليس أسوي اللي بيح أرى أدمود يسد عاديا حال يهمد أردي لكن سيدا ما هو يعني مركو مؤمنين تلطق ما ينجل عسان ونحريس بدن وتواضع بدن مياي مركا يرنتو كلولاتو وحاد أم ملاين يسا اللي بيح بعد أم ملاين يسا أر بعد مودي أر سوك الله يعني ألي قيسا يسيدا اللي بيح وياي وي شجاعة دي سوى فهو أسوى يشبه وحوش بها نصل الصيف صيف تأفك يدو شبها رونقا إيا وبهاء صيف تأفك يدو إياي رونقا عدان يعني قرحضة إيا وبهاء افتنك ويحكيه وحوش بها يحكيه ويحكيه صيف كيبو شبها يا حدة يعني قوينتا إيا ومضاء تجدو حدة أفكا إيا ومضاء قوينتا أمرك يعني مركي أرنتو أتكاتو أما يعني جهادك اللي قليه وقال هذا اللي يسكوه رماضه سيفتو إيجي سيفت حكا بدانتا ووهي مركي قلك اللي قبحيه سيفت قروح ذا إيا إفتين كيدو إيجي ياسو وأنن يعني دير أو عد أو قروح بذن ويا مركا ذاركت وحوكا لو سيفت كشبها حدة إيا ومضاء أفبادني ذا إيا قوينتنا أمرك ساسا كلا أمبو قوياو وعلينا يا مال ذلكم كي ناس أن إنسو تلمامي هو أمين أمة محمد آية صلى الله عليه وسلم أمد أن محمد يدى أمين كوذي عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي ري فهري لون اسمه ري قرش كسي ري قرشي القرشي المكنى لوغو كيين هي بأبي عبيدة أبي عبيدة لنا نعته وحات المامي نكاس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بات المامي فقال وحي لثلاثة صدح ومن قريش قريش كمدة أصبح الناس ودتك وحيئها أصبح الناس أصبح الناس دي وجوها ثلاثة ومن قريشنا أصبح الناس وي دتك كو وقرح بقى يعني أبو ناكس وجوها حق وجهك وح وجه فرفران يعني طلاقة الوجه كو دتك أبو بشاشا وي وأحسنها كو دتك أبو ناكس وي أخلاقا حق طبيعة وأثبتها كو أبو السقا وي حياء حق حشوتك إن حدثوك عدي كوشي كيان لم يكذبوك بين كوشي مايان وإن حدثتهم عدد أدو أشي كيسان لم يكذبوك كبيرين مايان وبين بات شيء يساكو مرايا أبو بكر الصديق إيو عثمان بن عفان إيو أبو عبيدة بن الجراح صدح ذا نموه كان أبو عبيدة وحوه هذا
من السابقين الأولين كوي سابقين تايه الرهيب وها إلى الإسلام إسلام كوهر مره فقد أسلم وصو إسلامي في اليوم الثاني مالك اللبات لإسلام أبي بكر أبو بكر مالك إسلامي مالك كو حقي بصو إسلام وكان إسلامه إسلام كيسون وحو أهادي على يد الصديق نفسي أبو بكر الصديق مركو صو إسلامي إسلام مركي دد برادي مالك اللبات برقي أوكاني بكمده أبو عبيد قعنتي إذا كو إسلامي فمضى ولتقي به أبو عبيدة أي ولتقي أبو بكر يو بعبد الرحمن بن عوف يو بعثمان بن مضعون يو بالأرقم ابن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع سوى وين أجلده سي أبو بكر قعنتي سيكسو إسلامين ورقي أوكيان أيوة أبو عبيدة بن الجراح مركو ما أنتو كان سو إسلامي أبو بكر مالك اللوات بوحوك يعني أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف عثمان بن مضعون أرقم ابن أبي الأرقم نكى الذي جد جوري يسوى مركز دم دعوة اللي بوفي دنجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكانه فأعلنوا وي 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 ظاهريين بين يديه النبي هرتيس كلمة الحق بيكوش يعني شهادة دي بهالك كغرين فكانوا وحين قدر رجعوا القواعد الأولى أساس كي أجوه الرئي التي تاسو أقيم عليها الوجو جيو صرح الإسلام إسلام كجوري يسوى العظيم أيويناو صرح وحاله صرت دير أي مرك إسلام كجوريجيسي تيرك أبوه الرئي اللي هو استأجر رجاسي هاي هو أبو بكر الصديق أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف عثمان بن مضعون أرقم ابن أبي الأرقم رجع أي رجل لم يذكر هاي هو أبوه الرئي إسلام كأبوه الرئي عاش أبو عبيدة وون ولا هذه تجربة المسلمين حاليه مسلمين تتجربة ضوئي رجع هذا يعني خطرت امتحان كأيو كمدة القاسية تياتك في مكة مكة منذ بدايتها لقصوا بالله إسلام كبالله وقيسي إلى نهايتها وعانا وحو يعني أؤد كيستي وأقول لكم مع المسلمين السابقين من عنفها تجربة أذيقه إيا وضراوتها يعني لراوده إيا نبكي يذيب لكم مسلمين تأبوه الرئي السابقين تاي مكة مستلعفين تاي اللي قد بي رقي تجربة وضاس كقيب قلي أيو كم دها وآلامها تجربة حنون كيدي بوددمي إيا وحزانها مركت يدي ما بوددمي لم يعانيه أوسى ددمين أنه أتباع دين دين أتباع ديس على ظهر الأرض أرضا كرك يدوا رقا سيد اللورد بي وحلورد بي مجروا فثبت وصقنا ذا للإبتلاء امتحانك وكسبر وأصقنا ذا وصدق الله ورسوله إلهي رسول كيسور رمي أرن شيء في كل موقف موقف كستولي من لكن محنة أبي عبيدة محنة دي سي عجائبتي وموجي يوم بدر مالن كذي فاقد ويكفى إغنغطي في عنفها أبي كذا هي عليس كذا حسبان الحاسبين كو وحسابه يعني حسابته دي يقرشده دي وتجاوزت وي قدبتي خيال المتخيلين كوي وحمل ملينه وحسوريني يعني سورة ذي ما له هذين وارفت وحلا حساب كرب ماها وحلا ملين كرنا ما بعهب من يوم بدر يعني وحى وسميه نكاس أبو عبيدة بن الجراح إن طلق ووتجي أبو عبيدة يوم بدر يصول حال وريجي يعني ودح جاي حي بين الصفوف صولة ساس كل أصعنيا كل ساس أصعنيا صولة من لا يهاب الردى نين أن دمشق يجيري كعب سنة نين يهلاك سعد كيسو كانوا ساقص عنيا قال ذي بقول لنا يا غرضا إنه الله يه أساس ولي فهابه المشركون المشركين تورم باكه بيسو كعب صدي ويجول ووريجا يا جولة من لا يحذر الموت نين أن جيري دمشق كعب سنة نين وريج يسو كله فحذره وحك يعني إسك إلى ليه كعب صدي فرسان قريش قريش فرسان تيدي ودن دغال كوسو ديار غلو ني ولبا كغبد نين اوسو بخا مبارزه اوسو سميه نكا والو وجعلوا وحي غدا غلين يتنحون عنه اني كدركيان كلما واجهوا نين الا نكي سو قابله بو كبلخلابيا نين الا نكي سو قابله وكما اسغنا سا امبولاي وح اوسو بخو ربا انو دونا دغال كيو بلابنيو وح اوسو بخو رادينيا نين كستو ري قريش انا مركو كو هريو سو واجه وا كليخنيا لكن رجلا واحدا هل لنا ومنهم ريق رشيد كمذا
جعل وحو قدقل يبرزو إنو أصو بنام بحو لأبي عبيدة في كل اتجاه مركو صاب بحو نكام باسوه رستاق مركو انت كان لحظه كان باسوه رستاق انت كان لحظه واكمل حلاوية. فكان أبو عبيدة روحو هذا يتحرف متكوريكتو عن طريقه ودديس ننكا أساقا مدونا يدقال كيسا ننكاس مر الله مركو يسوسو تاقب وواكل لحنايا ويتحاشى لقاءه لكل كيسا واسكا إلالنايا إنو ننكا كهرتاقو واسكا إلالنايا ولجر رجل ننكي واكم مدح أذيقي في الهجوم ننكي ريق راشاد واكم مدح أذيقي في الهجوم إنو أبو عبيدة سوى هجومي وأكثر أبو عبيدة أبو عبيدة وحب بديا من الطنحيين وكفقاني وسد الرجل ننك وادود على أبو عبيدة وحب كدود المسالكة ودوين كوردن ما الكستو دوني إنو ننقال وآد وبحد ويلاذبو أصلاك أمبا يستاقي ننك أمبا كسوكي ووقفه يستاقي حائلا أسوى كالتيدة بينه أي بين أبو عبيدة وبين قتال أعداء الله أعداء الله إن الله دقال الله فلما ضاق مركو عرير يمي به أبو عبيدة درعا مركي يعني دب أكل كل مين كان ماله كم ربع وعي ضرب الرأس والرأس مدح يسوع قدر بالسيف ضربة فلقد هامته مسكح دي سب فلقتين إلى بجب كدكت مركو يسكت كرواي هل مر أبو سلا أقدر بيه مدح يبع الله بنقد فخر الرجل وادع سريعا حاله بين يديه ما شو قدر لا تحاولها طلب بوير لا تحاولها طلب أيها القارئ الكريم أن تخمن إن أدمل ملايسه ومن يكون الرجل صريع ننك أودل أبو عبيدة واكه ننك مركورن وكعرري ويسك إلالني وكور وريقني مرك الدمان سوء ده مرك وعي وقال ده وقال ده قال له وعي وما ده حفجي أودل كاوية هم ملايين يا أما قلت ميانك أورن لك هذا إن عنف التجربة التجربة أضي قيادو فاق وحكف وفائق نقضي وحسبان الحاسبين كو حساب حساب تودي وجاوز هو قدبي وخيال المتخيلين كو حملين يملا هذين بق ولقد يتصدع رأسك ماذا حاجة أياد الله عيو إذا عرفت هداد قرأت أن الرجل صريع أنك أودله هو عبد الله بن جراح وأبيه والد أبي عبيدة أبي عبيدة أبيه وينك أو سك استمرك أقول له هذا وكري واي قال وكر تاجية أنك أودله والد أبي عبيدة أبي عبيدة والد كيوي وأبيه عبد الله بن جراح لم يقتل موسى الدلين قال بوها هذه قال له دينتي سورتا أبن بوها والد لي أي وإذا عذي يرقوا إنا يعني أبوها دلائيين كونا إيويلشو دي الدلين أسكاكو هرمالين دقالك لم يقتل أبو عبيدة أبو عبيدة موسى الدلين أباه أبيه موسى الدلين حقيقة هان وإنما قتل الشركة وإنما قتل الشركة قال نمو الدلين في شخص أبيه أبيه دحدي سكو جرتيو أبيه موسى الدلين قال نمو أبيه دحتاق نيد مو الدلين أبو عبيد فأنزل الله إلهي باسود جي سبحانه في شأن أبي عبيد أبي عبيد شأن جيسي وشأن أبيه قرآنا با إلهي كسود جي فقال إلهي وحجر علت كلمته كلمة دي سكو الرئيسي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آيادها سعى إلهي سودج أبي عبيدة سببتي سيكو سودكتي يا رجل لمتك رجل لمتك أنا دواسدا لا تجد هل ميسد نبي محمد وقوما قوم يؤمنون الرمين بالله إلهي واليوم الآخر يوادون جعل هدنا وحيدنا يمن حاد الله ورسوله إلهي رسول كيسا كو الله الله يتميوا قون مؤمنين وهدنا حيدنا يكو إلهي رسول كيسا الله الله يتميوا مه ليسيد مرة ولو كانوا هبا النقدين كو إلهي رسول كيسا الله الله يتميوا آباهم آبيال كود بها النقدين أو أبناءهم ويلشوا دي بها النقدين أو إخوانهم ولا الله دي لده شيء بها النقدين أو عشيرتهم يعني قرابة دي بها النقدين إمر هذا إلهي رسول جيسا بكار رمضان أبيه بهن نقد ويل كود عليه بهن نقد خلاص واحد حيا مجر وادلية أولئك كواس مؤمنين كتب في قلوبهم الإيمان قلب جودا إلهي إيمان كقصة غيوي وأيدهم إلهي وحقات كي بالروح منه ويدخلهم إلهي وحقلنا يا جنات جنوي تجري أي سعنة من تحت أهوست دالنهار وبيال أي سعنة
خالدين عاليا كوكو واريا في افقد رضي الله عنهم الهي باكر على نقد كواس وردوا عنه ايغنا وين رال نقدين اولئك كواس حزب الله الهي حزب جيسي وي الا ان حزب الله الهي جميع عدوسهم المفلحون كو اللي بانيو اي لم يكن موسى نقن ذلك ارنكاس موسى اهاني عجيبا وحياب arinta ayab kale inay sababtiisa uu quraanka ku soo doogay qisada ajeebka ee lala yaabo ay ka dhacdo lam yakun dhalika ajeeban min abi ubayda faqad balaghu gaare min quwwati iimani iimankiisa xoogiisa billahi ilahi urumay yaa iyo nusxi nasiixadiisa lidiinhi ilahi diintiisa uu nasaxaynayo iyo wal amanati amanadi ala ummati muhammad nabi muhammad ummadiisa uu qaaday amanadi muslimiinta yaani uu qaaday mablaqan bu gaare ninkaaso damahad أي من العصتي آل أم جارة إليه حقيس النفوس النففيال كبيرة عند الله إلهي أكتس كوي منك حقار مرتبة نففت نفط إلهي أكتس كوي نورن أي آل أم جارة سدين وأي كنتين وي. حدث محمد بن جعفر محمد بن جعفر نك إلى ذا شيكي قال وحو يقدم وفد وفد باصوق لي من النصارى كمل قال النصارى هو وفد أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قويمن فقالوا وحيد هذا يا أبا القاسم ابعث معنا مع نجد الرجل نينو من أصحابك كمذا نين كاسو ترضاه لنا الرال لنوقتها نين من سنتها الرال لنوقتها نقدر ليحكم بيننا إنه كالحكم أو نجد كالحكم في أشياء أشياء ومن أموالنا مال كان نجد اختلفنا فيها نسكو خلافنا الرماء نسكو خلافنا إنه نقول بحيو نين من كتها يود من نقدر فإنكم أدينكم هداة مسلمين فإنكم أدينكم عندنا أكثر من معشر المسلمين مسلمين تهداتهين مرضيونك وأن رالك أنها يباتهين قال أنا سارت وحيليين أنك أدينكم أمان إذن آمين سنة هاي ورال إذن كان هاي قفنا كالحكومة نقود الرسول كي لها يؤساسلي فقال رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم ائتوني إيماذ العشية أبعث معكم معينا دريا القوي الأمين بري ماذا نيجي عن أنا وعن كدرية نين قوي أوه ولب أمن هذه الكدرية قال عمر بن الخطاب وحير فرحت وأن تجيبوا إلى صلاة الظهر صلاة الظهر أيام حاضر مبكرا حالنا يعني دقدقى يعني وقت هراء أيام مساجد الجليبون وإني أنا ما أحببت ما نجعل أن الإمارة ملحنمة حبي أنا جعل كي إياها مالك أسان إياها يوم إذا ملحنمة مالك أسان أجعل محان مالك أسوج على هذا رجاء رجاء أن أكون صاحب هذا النعت نك تلمان تعال إن أنا نقول والنبي وحجر عليه الصلاة والسلام وبلغ هذا وحندر يا أبو أبعث معكم وحندر يا القوي الأمين مرك نك صفات أصل إن أنا نقول القوي الأمين رجاء رجينا يو أيان مرك مساجد كمان هري أم من هران قال يقول فلما صلى بنا رسول الله مركو نتجي صلى الله عليه وسلم الظهر جعل وجودك لا ينظر إنه فيرنا عن يمينه وعن يساره صفوفته ونبي ساء إيه يا ذاتك وساء فيرنا يا أنتو استك فجعلته وحن جودك لا يبور عمر بن الخطاب أتطاول له إن النبي سرنا رأينا ليراني إنه يارك كربان سو استك يا نبي ذاتك نور نور يا مبتاه مركو حلا النبي هاكو أركو هاكو يروي كربان سو دارني فلم يزل كمزول النبي يقلب بصره إنه إنديه سساء قدنا يقول بدنا عزيز فينا حتى رأى إلى أورك أبا عبيدة بن الجراح أبا عبيدة أي صفك دهدي سكارك النبي فدعاه وأويان قال يوري عبيدة بن أبو عبيدة بن الجراح فقال عمر وحيري فقال وحيري النبي أخرج معه معه تك بحبو ينمن كراع فقل بينهم سوك الحكم بالحق في ما اختلفوا فيه وحيسكو خلافه وحي اسكو خلافين أرض حق كسو كالحكم بوي فقلت وحان إريبو يري سيد عمر هدان هاي ذهب بها صفتي واناكسن ايدون رادين اي وحالتك ابو عبيدة ابو عبيدة قاتل اي ننكاسا نسيب ويا شا الهي وقدر كل ولم يكن موسى هين ابو عبيدة ننكا ليرا امينا فحسبو ننون امن او وحي اللو ديبتون الالي او اماند ان كد ذلك لي ما هين وانما كان وحوها يجمع القوة او ادبو كدري الى الامانة أما نداس وحكو درسدي قوة إيا أود وقد برزت هذه القوة قوة ويصابح لي في أكثر من موضن يعني مكان إيا يعني واقعة كبدا بالله أركيب وإن قوة أوليها أبو عبيد بن جراح أود يسي شجاع يعني في أكثر من موضن
يعني هل دقاله وحكب لنا أي الله أركيب ولي قوتي سي شجاع لي سوا برزد ويصاب حدا يوم بعث يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مالك النبي ودري جماعة جماعة من أصحابه كم ذا ليتلقوا إني لكل المان وضلوا يستعان عيرا سفر لقريش نسقنات وأمر عليهم محمد حكى قد أبا عبيدة رضي الله عنهم وعنه لما أنت وضع الله كره عن الله أبو عبيدة النبي ومدح حكى قد وزودهم النبي وحو صحي أسيي جرابا بأسيي هل جراب أهو من تمر تمر أول هل ويله تمر جراب أو تمر أي النبي عيدا كائدل صحي أوقات لم يجد لهم غير وحكى له صحي النبي أموره فكان أبو عبيدة وحوها يعدي الرجل نبوسين يوم من أصحابي كم إذا كل يوم من تمرة ما لينك الله أركب حبة تمرني هل كأجرب كله أركب وح صحيح الله يستع مرك مدة الربعين لقوم مغنى هذا مرك أسرع وها يسعيد عيدا كأسرع قامت وها هي ما لينك الله أركب إنك بحبة تمره أسيبي حبة تمرتها فيمسها وروقيا الواحد منهم ومتصنع كما يمس السبيو الماء يركز النوق وضرع أمه ويدي ناس كذا سد النوق حبت تمر هذا وحلا عنما له انتو سد عرف أسره يحوجا نوق نوقيا نوقيا ثم يشرب عليها ماء بيو كعبيا فكانت وحياها تكفيه متكافسا يومه مالك يسا إلى الليل إلى هبئن كل جارو حبت تمر تهاك في الناس مالك وحبت أصحاب حبت نوقيا فلا الحبت وتمر كورن يمان تورن لوجو كرا أي عوال وقذيا هذين بريبو حبت كلا سينية هبين كده ما الوقذيا هذين حبت وسينية خلاص وحكلا عيد كلهم أيوة حكلا لهم أيوة ساس يمرك الجهاد نكويهين وفي سبيل الله يعني ودنا إلهي بكجرا الجهاد بكجرا يا دين تإلهي كريال كده دين تدب الله سمر إلهي وحبه ومواين قرية قدالبة يعني وحب سلبا لقد كرايو كدر قاني فيري ولا امتحان يا مؤمنين تفيري إيمان كود قوتي سفير ولا امتحان نبقي أصحابتي وفي يوم أحد أحد مالك هذه لا يا مالك جيسني ودي سعى جايبت هذا الله عركي وحكم يوم أحد وفي يوم أحد حين وقت هزم المسلمون المسلمين تو أي جبان أو وطفق أو جدق لي صائح المشركين قال لك كودي دواقي ينادي إنه دواقي دلوني على محمد دلوني على محمد دولي وعيدك المسلمين ترى يعني واجب مرك أمر النبي خلافين النبي وكيل عيدا دبرجمين قدال الرهبة وبرت انتو صاري ويد دبرجمين ترى نجاي لال حدان النبي يقول يسنا يهدي نلقى يقول يسنا مدنا هنوص ودقائقنا بنا ويا كاس ودافين مرك أمر النبي قال لجبي مرك الله يسكب بالله بدقال كبا وحي أركين مسلمين تي ولك عذي قال ذي وقال ذي أسيع الريان مرك أسيير على القديم ورقديم ذاك قديم قال ذي جبته نكي أمير كودا عبد الله بن لورنج وحي يري ورسول النبي من مدينة هالك هكا دقائقنا ورجوجا أصله سيد على الله يعني خالد بن الوليد محيو سميه دي فرده بوته انتو قدال سوى مريا بورتي ديب كسو ساري يا عبد الله يرنو ماشا كو هرتي وكورك كجري بورتا بورك كساري ايدنك مسلمين مركا نباتو ماشا سكيمات وهلا كالقرن واي مركا عذوي مسلمين دولا كالقرن واي وهلا سكويا الى اسلايان بايو مركا دم مركا مسلمين مركا عربين او يجبين او يعني كي نادي مشركين ترى دواقه يدلوني على محمد دلوني على محمد اتوسي محمد مر اتوسي انا دل ابو زولي هل كان دواقه سهيريا كان ابو عبيده توحوها احد النفر بوها يعني لمن كي دورك العشرة اتوبنكها الذين احادوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبي اسكو هريري تمنن كلي النبي كسو هرتي ودنعيها كي استنت عيدن المسلمين تورن وا دركانو غدال بعرف نبي هداسو معري يا مركز النبي طبعاً كان نبى يسكو حيرت النبي ليذودو إن الدفاع عن منعيا النبي عنه حقيسة بصدورهم لابط هذا رماح المشركين وعلى الله وح القصة قال النبي القصة طورة بيجا صدق جاي وح القصة طورة بيجا صدق جاي سيد النبي هرتيا يودن تاني والب يعني وحنا يزيا النبي محمد هو هرت يعني أذو نول يهرت عدي منه هرت أذو قديمه يا فلما انتهت المعركة معركة ذي الدقال كي مركي دمات كان الرسول وحوها صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته روشي سأيا النبي اللي جبي رول بل وجيغا نوالغا دخري وكو في بريد ديسي ونبي قبي ايا كر انتي وحلوغا نفتدي كجبتي مركي كجبتي النبي قشيوي ويدخرت لغا سأدي كيمي
وقارت في وجنته نبي وجهي سو حاج علي حلقة تاني بالق علي لما جب علي أو من حلق درعه وي كوفي بريت ك يعني ججب كذي لما كم إذا النبي قال علي فأقبل عليه صديق أبو بكر صديق والنبي سو قابل يريد أسقو دونيو انتزاعهما إنه كسب من وجنته لما ذا جب إنه وجهي سكسب بحي النبي سو دونيو النبي سو قابل فقال أبو عبيدة وحجر له لا أبو بكر الصديق بوحجري أقسم عليك وأن دارنيا أن تترك ذلك اللي إنا أرجع إيدس أنا أكبحنا يا نبي إيدا فتركه وأداي فخشيه وحوك عبس لأبو عبيدة إن اقتلعهما هدوف جيو بيده قعنديس وكف جيو تسرع قعنت أوقبت هدو كسر رفت وحكي يابي أن يؤلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حنوجي وكي يابي فعض وقنين على أولاهما على أولاهما مده الرئيسي بثنيتي يفعل كيسا كقنين فعل كقبت أولا فعل بسلا وقبت عضا قويا قنية أحب بذن بقبت محكما أولا السقي فاستخرجها وصوصاري ووقع ثنيته فعل كيسا وصرع فنقول النبي كسو بحي إلقيسا وصرع فعل كي وصرع ثم عض على الأخرى هدو إلى كاجوا يمله دنك ولا إلى قاس ثم عض وقنين على الأخرى مدك له بثنيته ثانية فولك اللبات بعدنا تي اللبات كقبتي فأقلعها وسوف جي فسقط ثنيته ثانية فولك يصير لبات ما صدع لبات فول أخرى لبات ما صباح قال أبو بكر وحو يري فكان أبو عبيدة وحو هذا من أحسن الناس دتك مدك أبوه ناكسن هتمن أفلا أمبو ياي نينك دتك أو أف وناكسن أيون نقضي أفلان لو ذي سيل كاتم حي كده نبي جرك يسوع كسب بحنا يوحى قلي وكسب بحنا النبي عليه السلام مركه وحون نقضي نينك نو أف قرحسن أفلان مركي ليلا دو يا لقد شهد أبو عبيدة وحاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المشاهد كلها رجال له النبي وكقي بقلور دم بحاضر منذ صاحبه مركو النبي الله صاحبه الرميي إلى أن وفاه اليقين إلى أي جريد أتمادو إلى أن وفاه إلى أي أتمادو هو النبي اليقين جريد إلى أي أتمادو إلى النبي انتوى عليه الصلاة والسلام فلما كان مركو هذا يوم سقيف مركو مالك النبي انتوى واتي لي سوء تجد سقيفة بني سعيد نمك الأورنجري فرئ أنصاره سقيفة بني سعيد بل يا ري انصارات ايا لو كل مهال كاسي مودن من ري انصارات باق مرك الله مركو النبي ودنت عليه الصلاه والسلام يا النبي يعني وساريه سرت وساريه دهين مسلمين تلو قبطه امير سوما ري انصارات هلكاسي كشيرين وحي يرادين منا امير ومنكم الامير انا ونين مدح ان اسك قبسنا هدان انصارنا هي قريش داتي ندينكم مدح قبسد مركا سيد أبو بكر بهذا ليه سيد أبو بكر يسير عمر يا أبو عبيدة بن الجراح صدق دواسة هذه ماشي كوشي ريان ريان صار مركا أسوء حقول سيد أبو بكر أنو النبي أبو حنكة مغلي إن مدح نمد الرئي قريش هذا تاي وزير هذا وزير نمد الأدين كل الذين أنصار داتين يا مركا مدح نمد أن نجا إسكاله الأدين كل وزير هذا الذين سيدا أوجاده مركا دمدة أدو ر يعني ريان صار وأرنتي ويكسر لابتين وواحد اللي سكوا فقير مركا إنها الأميرة لقب صلوا ماشى عصي مركا يتجين فلما كان يوم سقيفة قال عمر بن الخطاب وحي لأبي عبيدة أبسط يدك قعنت هذا صافري وبايعك أن كلام مبايع هذا وأديك أمير كاديجين يعني أمير نور نقطة إذا كان قعنت أيون سيد عمر كير أيه سيد أبو بكر بهذا لي مال إنكاس سيد أبو بكر بهذا لي مركو الله هذا ليه وقنعيه دتكي بوحيري لبضع النين مثل يعني لم بايع هذا وسيد عمر يا أبو عبيدة بن الجراح ومسر لبضع النين مثل لم بايع هذا ما راح يدين نقدا مركز كده بيكسر جيسنس أبو بكر يرادين هذا واحد كحقني وبدن وياه وما نحن من نوقع حقني وبدن مجرى محايا لي نبي وح نوقع رال النقد الدين تأني دين هذا ما نحن نقول نقطة ميد ما الدنيا لأن ذا كأجر رال النقوين حيا النبي أصبوا النول بأمره إنه صلاة تجيس أبو بكر دتك كبحي مر هذا الدين تأنى دي بهجان ونبي وكاغر دي ونقر رال النقضي ما الدنيا تأنى دي من رال كاغر نقوين قعنت كم بالي مركز أبو بكر مركز على المواجه مركز انتو يعني أبو بكر الله هذا لين
أيوس العمر وحكيد أبو عبيدة أبسط يدك عند صافي وضيعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا، أمد الأرك أمين بيلاده وأنت أذو أمين هذه الأمة، أمد أنا أمين كذبات. فقال أبو عبيدة وحيري ما كنت أنوب مئه لأتقدم نن كهر مريو بين يدي رجل نن أنوب كمهر مريو، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكو أمري أن يؤمنا إنو إمام نون نغض في صلاة صلاة، وفأمنا إمام نون نغض حتى مات إلى النبي ونتي أسأل نتجين أي النبي ونتي، وحتى النبي وحتى وكدب تكذي نبي أكدب تكذي سأبا بكر. ثم بويع والله مبايع بعد ذلك لأبي بكر الصديق، أو بكر الصديق والله مبايع، فكان أبو عبيدة وحوى هذا خير النصيح للناصح مثل أبو خير بدل له أبو بكر النصيحية في الحق حق أبو النصيحية، وأكرم معوان يعني قرب يكالمه مثل أبو ونكسنا له أبو بكر لو نقض على الخير خير كان كالمه له نقض. ثم عهد أبو بكر، أبو بكر وحوى كالدر دارمي وأمر بالخلافة خلافة من بعد قداشي إلى الفاروق، سو بكر مركو دمنا يا عمر بن يعني عمر بن الخطاب يعني عمر الفاروق بخلافه كوريجي وكلب الله ما فدان وخضوع ابو عبيده له لعمر بو وداعي بالطاعه بو وخضوعي، ولم يعسه موسى عاسن في امر الا مره واحده هل مره مويان مركو سيد عمر امير كنقدينا سيدي سو بكر ولا شقينا يا سيده وكلام بو ولا شقي ولقينا مون عاسن وموسى خلاف الا هل مره مويان. فهل تدري ما قرنيسا ما الأمر أمرك وحي الذي كاسو عسى فيه أبو عبيدة وكو عاسي وكو خلافي أمر خليفة خليفة المسلمين وسيد عمر، سيد عمر مرض أو خلافي وحو كو خلافي مئات قرنيس. لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح، لقد وقع ودع ذلك مخالفة حين وقته كان أبو عبيدة بن الجراح وهذا في بلاد الشام، قل كان الشام ليلة هذا مركي يعني هو هذا يقود أسوه قامين يجيوش المسلمين مسلمين تعيد ما هذا قامين من نصر إلى نصر بكوه قامين ما شاء نفرنا يا قول يا قرقار بإله سينا يا هذا مالك لك دول يا قرقار بإله كاسو طنبو مركا قبصنا يا من نصر إلى نصر عيد ما نسوه قامين حتى فتح الله إلى إله فرعه على يديه لبي سقع مد الديار الشامية قل كا شام أو طن أسيا قبصنا لك عراقي يعني قدسي فلسطيني دول كان لليه إذل سيريا دول كان شام ليراده إذل ننكي فريع إذا ما هو تيوحوه أبو عبيدة بن الجراح آي حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها الديار الشامية كلها كلها. فبلغ الفرات وبقى فرات ليراده تقى شرقا وآسيا الصغرى آسيا ده يعني يريد بتقى شمالا لن عكس تقول تقيوة شام لابد يدقس فرات يعني أو شرقية آية إيو يعني آسيا الصغرى شمالا أيو تقي. عند ذلك يهدم بلاد الشام طاعون، عند ذلك أنت أمرك يعني أي بعضي أنت سوفر لك سودان لفرطي دولة إسلام تحوغي ستي. عند ذلك هدم بلاد الشام، شام يعني مغالوين كيدي ركا دي وحا كرعي طاعون طاعون ما عرف الناس ودتك أيسن أرجو مثل وسوا كلا قد ولي، فجعله وحوجد قال داعون كاسو يحسد الناس ودتك إنه شفى يحزن دتك بولينا يا أدب لورنا داعون كاسو سجى، فما كان من عمر داعون كي مركو دعي، فما كان من عمر بن الخطاب عمر حقي سما هان إلا أن وجه رسولا مركبا من رسوله در إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها من رسوله صادر ورقدنا وصاق رأي وكسعت يعني أبو عبيدة بن جراح كسعت ورقد أسوأ يقول فيها وسيد عمر كلها إني بدد إليك إني بدد لي إليك حاجة إني أنو بدد يعني وحاد ظاهرتي لي أنا إليك حقاك حاجة دنبان كاية شيء أو دنبان كالي هاي دنت أسوأ الله غنى لي وحكافتونا اون يسونا نعنك حقا لانكا كافتونا فيها ارنتاسنا انا اذيك كهلا موغي كامكا مرنا كامو مر إيه. فإن اتاك هدو يماذا كتابي ورقد اذا هدي كوتما دليلا هبين فإني اعزم عليك وان طارنيا وان امر كاس وان كو اتكينيا الله تصبح انا وابريس حتى تركب الي وهبين نبا هدي كوتما دليلا واو كوبرين قاديد كاكا صفل وصور غاجي. وإن أتاك النهار هدوم مالي لما كتابك كوي ماذنا فإني أعزم عليك وأن قارنيا
وحن كو أمر يا أنكو دارنا يا وليبو الله تمسيا قبل كو إنه نكود عين حتى تركوا إليه مالي نمرة صور غاج فلقد فلما أخذ أبو عبيدة مركو قاضي كتاب الفاروق فاروق يعني عمر بن الخطاب ورقديسي أو كلب حيي أو أغري قال وحيري قد علمت وأن أجهي حاجة أمير المؤمنين إليا حاجة ما سكون سقرن أبو دمبان كالها إلا وإلا إيمو بلي مركو ورقد أغري أبو وحيري قد علمت وأن أجهي حاجة أمير المؤمنين أمير المؤمنين دمت أولي إليا أنا قولي فهو أسوي يريد وحدونيا أن يستبقي إنه باقي لمن ليس بباق قف أن جوجي نمو الروائن علي سكا يسكو جيدو مركا نولك يعني داعونك قبصده وكدعي يا وحوج على هذا إنه سوكا سو وضع وميش هاس داعونك أو كانه نين كان ما دام وأجل له صحابة كم ذها إنه وينوها إنه هالك إمو ويرا أسوى ساسا أقرصانه ومن هو شاكين لك مركا نين أن جوجي إنه باقي هاني نمو الروائن باقي له ثم كتب إليه ورقد بركي بقرأ موسى تجينه ورقد بقرأ أبو عبيد يقول أوليه يا أمير المؤمنين إني أنا وقد عرفت حاجتك دنت هذا وانقرن يا إلي أنا قاعد قال له وإني أنا في جند عيدا بان لصعداء من المسلمين كمذا ولا أجد من هلي بالنفس أنا قال نفتي إذا رقبة النعتان عن الذي يصيبهم رقع وح أصيبه أنا قم من عيوه ويعيوه كل عينه يقول عن رباه ولا أريد مدون يفراقهم إن فارقه حتى يقضي الله إله إلى أطام يلو فلي فيه أنا في يوفيه ما يقف فيه أمر أمر كيس وكفلي إلى إله أمر كيس نوفلي إن أنا عيدا كعكتة مرة فإذا أتاك كتابي هذا كوت ما دور قد إذا هذا كوي ما هذا كتاب كيبو هذا أو كنا فحللني من عزمك دارت هذه دارت إجا عفيه إفصح فحللني من عزمك وأذن لي إيه إذا نوبل بقاء إن إسكجوا إيه أقرأ فلما قرأ عمر الكتاب مركو أخريه بكاء وقوي حتى فاضت عيناه إلى لبديس إنه ذا الميان فقال له من عنده ددك لجوا إيه بوحيد سيد عمر لشدة ما رأوه وحيكو أركانه من بكاء مركو أدو أوي أي ددك لفده وحيد هذين أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أبو عبيدة ميادن تنحسى أقويسا فقال وحي الى سيد عمر لا مدمن ولكن الموت منه قريب لكن غيره وكو دبدهي هذا مدمن لكن ملك ما جرت غيره وكو سو سوتا ما شاء الله برغا فيرو اه الى افري وي اه الى افري حتى غيره دود اي ما دنك اي دمن يعني اي اركيان لا سي سكون يا ود ددك الله يو ون وناغسن وا سداس يا وحول با الله با تسيو يا waxaa la yiraahdaa markay culimadu ka waramayaan anbiyaada geeridooda ilaahay wuu u sheegayaa waqtigay dhimanayaan waana la khiyaar galiya anbiyaada anbiyaada ya rususha markay dhimanayaan waa loo sheegay saacad ee la dhimani waana la khiyaar galino waliba saacadaas hadaa diyaartaa nafta waa laga qaadi hadaa diyaarayna waa laga deyni oo lagu kaadina waa la khiyaar galinaya dadka awliyada oo wanaagsana waqtiga ay dhimanayaan waa loo sheegaa laakiin lama khiyaar galiyay waqti hebel ba nafta laga qaadi ba la leeyahay ama calaamadaas waqti hebel ogow ba la leeyahay laakiin ayaga lama khiyaar galinay lama khiyaar galinayo asxaabti baad arkaysa Sid Cumar baad arkaysa warqada uu dirayo Abu Ubayda baad arkaysa sida uu yaani markiba u gartay muraadkiisa u gartay u fahmay agaaw markaas Sid Cumar wuxuu leeyahay Muusa dhimanin walakin al-maut minhu qareeb laakiin geeridu waa ku dhawda ولم يكد ما أوصى سجينه ذن الفاروق إذ ما لبثا ولم يكذبه ما يعني ما بينته من ذن الفاروق فاروق ذن جيسي إذ ما لبث من جان أبو عبيدة أن أصيب بدعون إلا وأصيب مركب دعون كبا قرعة فلما حل رسول الوفاة جيرد مركب قصة حاضرته أو ساجين دو عيدا كيسي بقدر دارما فقال وحيري إني موصيكم وأنين در دارما بوصية إن قبلتموها هدار أقبشان در دارا كاس قادتان لن تزالوا بخير ولين خير كزول ميسان أقيموا صلاة صلاة أوجا وآتوا الزكاة الزكاة بحية وصوموا شهر رمضان بشهر رمضان صوما وتصدقوا صح وحصدقيست وعنا وحلبها وحجوا حجية واعتمروا عمريستا وتواسوا يصدر دار ما خير كيصدر دار ما وانصحوا أن صحية وانصحوا أن صحية لأمرائكم نمنك إن ملحظة ولا تغشوهم خيانين مضحظة ما ذا حدين أضيع أن صحيحها خيانة ولا تلهكم الدنيا الدنيا يا سيد شغلنا آخر إذا كشغلنا
لا تلهكم الدنيا، الدنيا يا سيدنا شغلنا. فإن المرأة قفك لو عمرها دي لعمر سي ألف حول كن صنع ما كان له بدن مرنا كمان مرمي من أن يصير إنه صعدوه إلى مسرعي ما يسا نهد أنك أن مرأي يوم ومرأي يوم. هذا أوكنا الذي ترون على أركي سانوه هل كان قيري ذا سنباء أتعلقفك إن كسلوا لعمر سي يوم. إن الله إلهي كتب الموت، موتك إلهي وقدر وفرض يلي على بني آدم، فهم ميتون ويدمنا يعني الله عمر جيس ملك استهجاره فهم ميتون كوي دمنا يوم. وأكيسهم بني آدم كوحى أبو عقل بدن أضوعهم لربه إنك ربي أضيعوه. وأعملهم وأعملهم متك أبو عمل فل بدن أبو عمل فل يؤدي أرجروبي ليوم معاده مالك إلهي لوسو علينا يقولك كل ما يواقيامها إنك أصدق أبو عقل بدن يا أجا علماء أورنجرين أعقل الناس الزهاد أعقل الناس ذاتك هو عقل بدن الزهاد لمنك الزهاد اللي إذا هذه الدنيا بك الزاهد وكتري ما صادتك هو عقل بدن. وحتى وحالي إنها دو دردار ما وإذا مالك سبحان أدر دار ما ذاتك هو عقل بدن زهاد وما لسينا يا هلا يا ذاتك هو عقل بدن أي حقيقة الدنيا ذي قرتين مركز زي سكتك. والسلام عليكم ورحمة الله ساس مركز إلى أبو عبيد ثم التفت إلى معاد بن جبل. معاذ بن جبل أيو سلا أم العسدين عيسى هذا وقال وحريا معاذ معاذو صلب بالناس يدتك تجي هذه يعني دتك يعني مضحك على قدك يدتك تجي. ثم ما الله بيسم من نجان أن فاضت روحه الروح دي سينا يبحر الطاهرة مركب النفط وك بحر سيدا سقدر دار ميا أحد ليا سيد قف نول أو كلا والله حدث أقدم بيسو والنفط أي كبح يسيسا أهليا. فقام معاذ معاذ وكعي وقال وحي أيها الناس دلو إنكم أدنكم قد فجعتم بالرجل ننبع الله إذن كأسيبي مصيبة إذن كرد عضي أو نين يعبا إذن كدنتي والله بان كرد عارتي ما أعلم أن أبين أني أنه رأيت إنا نركي رجل نين أبر كبارسا صدرا حق اللابت ولا أبعد كفق أو غائلة شر نين كبارسا وكوناسا لابتيسا أو وحيقد اللي إذا ذئي وحشر اللي إذا ذئنا كفق ما أرقوي ولا أشد كدرا حبا جعله للعاقبة آخر لجعل هذا ولا أنصحك النسيح بضل وقال النسيح بضل للعامة ذاتك عامدة منه أبي عبيد أبي. فترحموا عليه يعني أن حريص طلبة صلاة كنت كذا أدعي يرحمكم الله الله إذن حريص السياسي رضي الله عن أبي عبيد.